منارة تسمعي فينا؟ طيب فالمجموعات المتآلفة كما قلت أنا نسمع فيكم. نعم طيب المجموعات المتآلفة هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها، يعرفوا بعضهم من الصغر، قراوا مع بعضهم، جيران، كانوا جيران، واحد عايش في عنابة بصح واحد عايش في طاليان الآن بصح يعرفوا بعضهم ليه، هذو يديروا مجموعة ويبدأوا هما يريكريتوا مجموعات أخرى. صالح يدير مجموعة، المجموعة هذه فيها خمسة، بعد هذوك الخمسة ماذا بينا كل واحد يجيب خمسة ولا ستة نتاعه هو، يولي هو مسؤول مع عليهم. بالصح صالح ما يعرفش هاد الخمسة اللي راهم مع نقولوا مع كريم ما يعرفهمش، يعني كريم فقط. ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها، ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالإجماع إذا كان ممكن ولا بالأغلبية. في هذا في أكثر من شهر ممكن ترتبوا أموركم، لو كان تقدروا توصلوا أن تكون ثلاثة أربع مجموعات في حوالي 20 ولاية، ثلاثة أربع مجموعات صحيحة حقيقية، ماشي تاع هف ولا تاع كلام. وهذوك المجموعات عندهم عناصر، لأن لابد الناس الجزائريين كي يخرجوا في كافة الولايات أو في أغلبية الولايات في نفس الوقت، لازم يجي عندنا ناس في الحدود من جهة المغرب ومن جهة تونس، لازم يشكلوا مجموعات. مثلا أنتم خونا صالح أو في عنابة، هذه عليا بالحدود تاع تلمسان، الحدود تاع تبسا عليا. الله يبارك، هذه عندي ناس ان شاء الله، الله يبارك، ناس تعتيق متعامل معهم ولا نعرفهم ناس. هذه ممتازه، لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يبحثوا الاشياء، زائد نحاولوا قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا الا نوفروا بعض تليفونات ساتيليت اللي هما اللي يسموهم ثوريه، باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على ريزو الجيريا، لان ريزو الجيريا راح يكون طبعا تحت الحراسه، هو دائما تحت الحراسه، ولذلك انتم حاولوا دائما تكلموا بسكايب لان سكايب ما قدرش يسمعوه. الاناء ينضح بما فيه للاسف.